هذا اليوم 16 ماي اللي كيصادف ذكرى تأسيس المديرية العامة للأمن الوطني، ذكرى 64 اللي عادة جرت العادات أنها كيتم تنظيم احتفالات على صعيد الولايات جميع ربوع المملكة، كذلك كيكونوا احتفالات بمعهد الملكي للشرطة بالقنيطرة، إلا أن الظروف الاستثنائية اليوم جعلت أن جميع رجال الشرطة خارجين للشارع العام لتطبيق مقتضيات قانون حالة الطوارئ الصحية، ودائما استمرارية في العمل ديالهم بكل تفاني وجدية في العمل ديالهم، لأن خلال هذه العملية ديال السد كيتم تقطيع المدينة إلى أقسام وأجزاء يسهل معها مراقبة وتحكم وكذلك في حركية المواطنين. على مستوى السد كاين مجموعة ديال العناصر الأمنية اللي كتراقب مدى احترام المواطن للرخصة الاستثنائية اللي تم تسليمه لها من طرف السلطات المحلية، خصوص التطبيق اللي تم وضعه عن إشارة العناصر الأمنية لتسهيل عملية المراقبة الحركة ديال المواطنين، فهو تطبيق تم الإنجاز دياله وتم الخلق دياله من طرف أطر أمنية مهندسين تابعين للمديرية العامة للأمن الوطني. خصوص التطبيق كيمكن لك أنك تشوف شحال من مرة تحرك هذا الشخص اللي راه كتراقب والنقاط اللي مر منها، واش كيحترم التعليمات ولا التوصيات اللي عنده في الرخصة الاستثنائية اللي مسلمة له. إذا دائما السدود الإدارية كنراعي فيها أن باش تكون المراقبة دقيقة ومشددة، في نفس الوقت كنخليو مساحات ولا ممرات لمرور سيارات الإسعاف وكذلك سيارات القوات العمومية أو أي طارئ كيمكننا نديرو ليفاكياسيون ديال دي بيرسون اللي كيكونوا في حالة مرضية. ما تنساش تابونا في لاشين وتأكتف الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هاد بريس.